أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. عبر ناشطون وصحفيون عراقيون عن سخطهم من محاولة الطبقة السياسية نسب فوز المنتخب العراقي بكأس الخليج العربي 25 كمنجز لها، مشيرين إلى أن بطولة كأس الخليج العربي في البصرة ما كانت لتنجح كحدث رياضي كبير لولا الجهود التي بذلها المواطنون العراقيون لا سيما الشباب والأموال التي أنفقت من مالهم العام واستحقاقاتهم، فضلا عن كرمهم اللافت في استقبال الزوار والضيوف العرب. وفي محاولات من قبل القوى السياسية لاستمالة الجمهور العراقي من خلال استضافة لاعبين في صفوف المنتخب العراقي وحفلات التكريم، إلا أن رأي الشارع قد بدا جليا خلال الشعارات التي أظهرها خلال البطولة برفع شعارات تندد بإيران وبارتفاع الدينار العراقي. النائب أحمد عبد الله الجبوري أبو مازن استقبل اللاعب مناف يونس هاشم صاحب الهدف الحاسم بمرمى المنتخب العماني في نهائي بطولة كأس الخليج العربي التي أقيمت في البصرة. دعونا نتابع هذه الصور التي تم تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. هذا الدرس المنتخب العراقي للزعيم عم أبو مازن، إن شاء الله يطول عمره ويعطيه الصحة والعافية. شكرا عراق راس صلاح الدين، يعني شبابنا تلجت قلوبهم حقيقة في صلاح الدين، ولذلك الهدية تكون متميزة دون ذكرها. أهدي هذا الدرس، درس المنتخب العراقي للزعيم عم أبو مازن، إن شاء الله يطول عمره ويعطيه الصحة والعافية. شكرا عراق راس صلاح الدين، يعني شبابنا تلجت قلوبهم حقيقة في صلاح الدين، ولذلك الهدية تكون متميزة دون. انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي انتشر مقطع مصور للقيادي في التيار الصدري حسن العذاري أثناء حضوره المباراة الختامية لكأس الخليج العربي 25 في البصرة، مصرحا راح نرجع ناخذها مثل ما أخذها المنتخب، في إشارة عدها مراقبون لمحاولة جديدة لتهيئة الأجواء لعودة التيار الصدري للمشهد السياسي من جديد. فلنتابع هذا التصريح. بارك للكتلة الصدرية، بارك لهم الكتلة الصدرية. مبروك الكتلة، نرجع وناخذها مثل ما اخذ المنتخب. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شلون شيخ شلون؟ شو تريد؟ ان شاء الله ان شاء الله ناخذها ان شاء الله. وقد زار المنتخب العراقي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف، حيث تم تصوير مقاطع لعدد من أنصار التيار الصدري مرددين هتافات كالإطار الإطار الكاس بالحنان نصار، في إشارة عدها مراقبون بأنها قد تكون عودة لصراع سياسي بين قوى العملية السياسية التي غابت عنها الكتلة الصدرية منذ فترة قريبة. فلنتابع. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذه المقاطع وهذا الموضوع. مصطفى المنصور يقول لازم تخلون الأحزاب بالموضوع، يقول حتى بالرياضة ما نخلص. أما حسين فقال الرياضة واحد والسياسة واحد، نحتفل فقط بفوز المنتخب. علي العابي يقول الدولار الدولار، صيحوا اتركوا سوالف السياسة. أما نزار فقال والله استقبال السياسيين ورجال الدين لمنتخبنا الوطني خرب على الشعب فرحته،
أبعدوا أفراحنا عن هؤلاء. نعم. يعني مثل ما شاهدنا بعض التعليقات وتفاعل الجمهور العراقي، هناك تنديدات واسعة بهذه المقاطع، وهناك يعني شبه إجماع بأنه يجب فصل هذا الفوز وفصل الرياضة عن التجاذبات السياسية والصراعات السياسية، لأن المنتخب هو يمثل كل العراقيين وليس تابع لحزب أو لشخصية أو لتيار بعينه. نعم، نبقى مع ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي في العراق ومواضيع عدة، حيث شدد عدد من المدونين العراقيين على ضرورة الاستمرار بالتظاهرات، وذلك عقب الانتهاء من بطولة كأس الخليج العربي 25 والتي وحدت العراق من شماله إلى جنوبه، في ظل تزايد نسب الفقر والبطالة وغياب تكافؤ الفرص في الوظائف وانتشار الفساد في القطاعات الحكومية. ناشطون عراقيون دعوا إلى التظاهرات للمطالبة بتخفيض سعر الدولار بعد القفزات المهولة التي حققها أمام الدينار العراقي ودخول البلاد في موجة غلاء كبيرة. دعونا نتابع هذا المقطع. الحمد لله حصلنا على الكاس ولحد الآن فرحانين، بس أكو فرحة عظيمة إذا تحققت كل الناس تفرح، كل الناس، تاجر، الفقير، الغني، الكاسب، الموظف، العمالة، كلها تفرح، اللي هو تنزيل سعر صرف الدولار. بطل الزيت كنا نشتري بألف ونص هسه بثلاثة ونص، البيض كنا نشتري الكرتونة بخمسة وأربعين ألف هسه الكرتونة خمسة وثمانين ألف، الطحين كنا نشتري خمسة وعشرين هسه خمسة وستين مدري بستين وإلى آخره. شنت بعشرة آلاف دينار تروح تتسوق غدا وعشا بها اللحمة ربع كيلو لعيالك، والله هسه 25 ما يكفيك، من جاي يدفع الثمن؟ أنا وأنت، مو بس أنت، أنا وأنت، التاجر والزنقين والفقير كلها، كل الناس تعبانة من أصعاد أو تصعيد سعر صرف الدولار، ناس كلها تعبانة. بس منو المتعبان؟ المتعبان اللي عنده اقتصاديات، اللي يبيع الدولار بالسوق السوداء، اللي يتحكم بتسعيرة البنك المركزي. إذا ظليتوا ساكتين حتى 200 ألف يوصل، وحق علي بن أبي طالب يصير مجاعة مثل الشعب الإيراني، مثل سوريا، خاف واحد ما سامع، مثل لبنان، مثل ما بتنا باب جذع النخلة بالمئات الآلاف، العراق كله صارت القبلة مالت البصرة. نروح يوم 25 أمام البنك المركزي العراقي لتنزيل سعر صرف الدولار. نعم. نواصل الموضوع ولكن معنا اتصال أحمد من ألمانيا، أرحب بك معنا أحمد، تفضل أحمد. بسم الله، السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا أخي ليس غريب على الطبقة السياسية التي لا تستحق أن يعني يصفها بأقبع نعم العبارات، أن ليس غريب أن تستغل حدث رياضي في تخدير الشعب العراقي، ولكن ليس العتب عليهم. يعني تدرون المحكمة الدستورية شنو، المحكمة الاتحادية شنو اللي سوى، تدرون كذا، أنا العتب على الشعب العراقي البطل اللي يقولون عليه بطل، أنا ما صدق أنه بطل، مع احترامي شديد للجميع وللمستمعين والمشاهدين، أنه شعب كامل يطلع بهالوحد هذا، نساء العراقيات الكريمات صعدات على السياج حتى يعبر يشوف اللعبة وما يطلع لضياع وطن بهالأسلوب هذا. أنا بالنسبة لي فوز المنتخب العراقي ببطولة خليج العربي 25 ما تعادل فرحة طفل بالمخيمات تحط برجله مكرم السمع قندرة لاستيك. أخي ها ليش وقت يبقون يلعبون على الشعوب بتحقيق منجزات خيالية؟ يعني شنو وإذا فزنا بمنتخب دورة الخليج وإذا لا؟ أخي فكر بسعر الدولار اللي وصل ل 170، فكر بلقمة العيش اللي الناس قامت تبيع، وهذه الدعوات مثل ما تفضل فيها الأخ ومقاطع أخرى سوف نعرضها، يقول قال بأنه مثل ما رحنا للبصرة المفروض تكون الأعداد مضاعفة
نقف أمام البنك المركزي في بغداد لوقف هذا الارتفاع، الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي. أخي إحنا ليش نروح على البقرة من ذيلها؟ ليش نروح على البقرة من رأسها نذبحها من رأسها؟ أخي البنك المركزي العراقي مو بكيف يرفع ويخفض الدولار، بكيف التيار الصدي وكيف دولة الفافون وكيف الآر التنسيقي وكيف الحلبوسي وكيف الأكراد وكيف السنة والشيعة السياسيين عن يقصد. فليش إحنا نروح على البنك المركزي العراقي؟ لا نروح نطوق قصور دول الناس اللي المتسلطة على أرقاب الشعب العراقي، نطوق مصالحهم الاقتصادية، نضرب نعم شركاتهم، نضرب بنوكهم الأهلية. البنك المركزي العراقي عبد مأمور، يعني مخيف كتاب، هو عبد مأمور، نعم جزء من الحفالة السياسية، ولكن يتصرف بأوامر من التيار الصدري، يتصرف بأوامر فرضا من قيس الخزعلي أو من نور المالكي، من القيادات السياسية اللي موجودة. احنا علينا قبل كل شيء نريد نصلح البلد، علينا اصلاح النظام القضائي، وفائق زيدان هذا المجرم الكبير الموجود بالعراق انا اتحمل المسؤوليه، جنرال قاعد قناتكم لا تتحمل المسؤوليه، الاكبر مجرم موجود بالعراق هو القضاء وعلى راسه فائق زيدان. اخي اطلعوا احتلوا المحكمه الاتحاديه، قولوا لهم بانه يا ما يصير الشعب جوعان وانتم ابنائكم وفلوسكم ونسائكم وبواسيركم يسووها خارج البلد. الشعب العراقي مع الأسف كل اللي يصيب بي أنا أقول يستاهل، لأن إذا يطلع على طوبة بأموات جماهيرية لا يتحملها لا شارع ولا ملعب ولا مدينة، ليش ما يطلع على حياته ومستقبل أطفاله وصحته وتعليمه ومستقبله يطلع مثل هيك طلع لمدة يومين حول المحكمة الاتحادية، حول البرلمان، حول البنك المركزي العراقي، حول المصالح الاقتصادية للأحزاب السياسية؟ الصوت كله بالشعب أخي، مع احترام شديد. أنا أشكرك أحمد من ألمانيا كان معنا. نذهب ونستمر في موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، حيث يعيش المجتمع العراقي حالة من الترقب والقلق وسط انكماش الأنشطة الاقتصادية بسبب عدم استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وتصاعد المضاربات، مما أثر سلبا على عدم استقرار حركة السوق مع ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية، فضلا عن تأثير ذلك الارتفاع على زيادة معدلات الفقر وفق آخر إحصائية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إلى 25% من عدد السكان الكلي. وصحيفة The National قالت بأن حكومة السودان المدعومة من إيران فشلت في السيطرة على استمرار انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار، وأضافت الصحيفة بأن الحكومة التي لم تستطع ضبط حركة الحوالات وتداول الدولار، فيما لجأت لإلقاء اللوم على الولايات المتحدة الأمريكية والتجار بالتلاعب بسعر صرف الصرف، فيما تستمر عمليات غسل الأموال وتهريب العملة إلى إيران وسوريا ولبنان من قبل جهات متنفذة. مواطن عراقي انتقد الحكومة ووصفها بالكاذبة بعد رفعها شعارات الإصلاح ليتضح زيف تلك الادعاءات الواهية، كما وصفها مع استمرار انهيار الدينار العراقي أمام الدولار وانعكاسه المباشر على الفقراء وذوي الدخل المحدود. فلنتابع. شعارات الكذب والتدليس اللي صدعت بيها رؤوس العراقيين عن قضية حكومة خدمة وطنية واحنا بخدمتكم، وها هو الدولار يذبح العراقيين، دمر الفقراء ودمر الموظفين، واليوم الدولار ب167 وصل إلى عتبة 170، تعزيل كامل لمحلات الصيرفة والشورجة والأسواق، ودمار شامل للكسبة. أين أنتم يا رافعين لواء الإصلاح ولواء الإعمار ولواء الخدمات ورئيس الوزراء الذي نادى بثورة الجياع والدولار؟ أول ما استلمتم دمرتم البلد، وقلنا لك يا سوداني يا أبو مصطفى، قوى الإطار المسلحة لا تنفع لإدارة الدولة. لماذا تسلم قوى الإطار التنسيق والفصائل الدولة؟ أين أنت؟ أين أنت الآن؟ الدولار ب167، إذا أنتم فاشلين وسيئين وناقصين الإدارة والسلطة، لماذا تذهبون لإدارة البلد؟ الإيقاع منعكم، أمريكا تجربيكم طول وعرض،
وإيران خفضت الغاز إلى 7 مليون متر مكعب إلى كان 50 مليون، وأخذت من عندكم 3 مليار دولار. والآن الفصائل الآن اللي هي موجودة الآن بالسلطة هي من تتحكم برئيس الوزراء، هي من تدير الدولة، وهي لا تستطيع الآن أن تجد حلول لإعادة الدولار إلى وضع هنتو الدولار، هنتو العملة المحلية، هنتو الشعب العراقي، سرقتوا أمواله، فرهدتوا المؤسسات الآن، فضيحة الآن، فضيحة موضوع تعيين المدراء من مكتبك وأنت لا تدري. نبقى في ذات السياق، حيث تشكل أزمة ارتفاع الدولار الأمريكي والغلاء المستمر سخطا شعبيا كبيرا، وباتت الرواتب التي يتسلمها المواطن ليست ذات قيمة ولا تحقق العيش الرغيد في بلد غني بالثروات والموازنات الكبيرة. أحد المواطنين تجول داخل أسواق قضاء شط العرب في محافظة البصرة واستعرض عددا من السلع الأساسية التي شهدت غلاء فاحشا، منتقدا الفشل الحكومي في ضبط الأسعار. دعونا نتابع ما قاله هذا المواطن في هذا المقطع. من محافظة البصرة من قضاء شط العرب، طبعا اليوم هو الأحد الموافق 22/1/2023، بدأ العام الجديد وقلنا يا الله، ولكن يومية على كارثة في هذا البلد. موضوع الدولار وما أدراك ما الدولار. اليوم أنا في محل بيع المواد الغذائية، يعني بشرفكم المنحش ويا من، طبعا عندنا ملايين الفقراء بالبلد في محافظة البصرة أو في المحافظات منتشرين، أقصد يعني على عموم العراق ملايين الفقراء، بس اليوم انضم جيش جديد للفقراء، الا وهم الموظفين. يدري الموظف راتبه بالمليون صار 500، وبالمليونين صار مليون، وبالخمسمية صار 250. اليوم انا ليس قال الراوي، اليوم واقف في مكان الحدث في احدى الاسواق في محافظة البصرة في قضاء شط العرب. يعني هذا التمن بالكيلو، هذا بيش كان جواد؟ ب2.5. هسه بيش؟ بثلاثة. يعني الكيس بالثلاثين كيلو صار ب65 ألف. المواد احترقت نار حرق يا أخوان. هذا بطل الزيت صار ب3.5، ب3.5. المواطن الفقير منين راح يجيب؟ زين احنا نعاتب منه؟ نوجه كلامنا لمنه؟ رئيس الوزراء، للحكومة، إلى مجلس النواب؟ انتم يا مجلس النواب 329 نائب، شنو دوركم؟ شنو وجودكم؟ دولار صار أكثر من 165 ألف. المواطن انتهى، انسحق، نعاتب، اللوم، نحكي، بس والله مع الأسف عليكم، يعني ما عندكم غيرة على هذا الشعب، ما عندكم غيرة على هاي الناس. مو الناس ملت وطلعت رواحها، يعني شنو اللي رخص؟ هاي طبقة البيض صارت ب7.5 وب8، ب8000، ماكو شيء، ما غلى. وحول ارتفاع سعر صرفي الدولار أمام الدينار العراقي وارتفاع أسعار السلع، نقرأ بعض تعليقات العراقيين على فيسبوك حول هذا الموضوع الذي يشغل الشارع العراقي اليوم. الكاظم يقول: الشعب يعرف كل الزين، هاي الحكومة الإطارية مختصة في صنع الأزمات. أحمد يقول: منو بحال الفقير، أهم شيء السياسي أموره ماشية ومصلحتهم هي الأهم. ظافر يقول: الكلام لا ينفع مع الطبقة السياسية التي استخفت كل الاستخفاف بحق المواطن. إذا لم يكن هناك موقف جاد وصارم وإضراب عام من كل الموظفين موظفي الدولة وعدم الدوام حتى تنزيل سعر صرف الدولار. أما عبد الوهاب فقال: أساس الأزمة هو ضغط من قبل أمريكا على البنك المركزي العراقي بسبب عدم التزامه بالتعليمات التي تمنع تهريب الدولار إلى إيران ولبنان وسوريا. معنا اتصال أحمد من الأحواز، أرحب بك معنا. أحمد تفضل. أحمد هل تسمعني؟ أحمد من الأحواز، يبدو أن هناك مشكلة في اتصال مع أحمد. صباح من بغداد. صباح، يعني بحكومة الكاظم اجتمع البرلمان وخفضوا قيمة سعر الدينار العراقي ووصلوا إلى 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، اليوم تعدل 167 ألف، في ظل عقوبات كذلك أمريكية على مصارف
متهمة بتهريب العملة الصعبة إلى إيران. اليوم أسعار السلع مرتفعة في الأسواق العراقية، اليوم هناك شكوى من قبل العامل، من قبل الموظف، من قبل المواطن العراقي. الأغلبية اليوم متخوفة وعندها قلق من هذا الوضع، وضع ارتفاع الدولار مقابل الدينار العراقي وارتفاع أسعار السلع الغذائية وحتى المواد الأخرى كلها ارتفعت، لأن العراق معتمد على الاستيراد. كل المواد اللي تجي، المواد غذائية، مواد مصنعة، كل شيء ده يجي من الخارج مو مصنع داخل العراق. ورحب بك معنا صباح من بغداد. السلام عليكم دكتور عمار. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا كريمة. حياك الله يا أهلا. طبعا الحكومة تعمل جاهدا على يعني تدمير العائلة العراقية والبطاقة التموينية، وتيد هي تهايل تهريب كل اللي موجود بالداخل العراقي إلى خارج العراق من عملة صعبة هي اللي تشرف عليها الأمن الوطني ورئاسة الوزراء. تروح الأموال إلى إيران وإلى لبنان مثل ما تفضلتوا بتقريركم، يعني متعمد. شلون ما يصعد الدولار؟ بالتأكيد يصعد الدولار. الحكومة لو عندها جدية بعملها، هذا محمد الشياع السوداني كان دعم وزارة التجارة بدل ما يروح إلى إيران ويودي 4 مليار دولار، يقول هاي استشارة هندسية. هندسة شنو تعطيهم؟ من راح ما راح يديه فارغة. المعلومات تقول له هو أخذ وياه 4 مليار دولار. زين ليش ما دعمت وزارة التجارة في سبيل تدعم البطاقة التموينية للعائلة العراقية وتكتفي من هاي المواد الغذائية، وإحنا مقبلين على شتاء وعلى رمضان مقبل، تدعمها شهرين ثلاثة سنة. هاي الفلوس اللي جاي تروح تهرب كلها 2.5 مليار و12 مليار و4 مليار، والميزانيات مال اللي السنوية ما حد يعرفها وين تروح. لا أكو مشاريع للدولة استفاد منها المواطن، ولا حتى شغل أم العيد العاملة. وهاي الثروة العدنة اللي هي الموارد البشرية، الناس الخريجين والشهادات ويد عاملة، كلها تأثر هذا على البطالة، كلها تأثر على الدولار. ما حد جاي يشتغل مشاريع داخل البلد، كلها جاي تهرب الأموال خارج غسيل أموال. أطل وزارة التجارة 4 مليار 5 مليار هي من بيت أبوهم، هي من النفط العراقي في سبيل تدعم البطاقة التموينية. وكل هاي يصير بالعائلة العراقية اكتفاء ذاتي خلال هذا الشهر، وينزل السوق، ينزل السوق التاجر يضطر، العائلة مكتفية من البطاقة التموينية مثل ما كنا بالحصار ودعمها بعشر مواد أساسية، وبس هم ما يريدون هالشي، هم يريد يجوعون الشعب ويريدون هاي البطالة تكثر وتهريب الأموال وغسيل أموال ومخدرات. يعني ما عندهم إنجاز نحكي به ونقول والله رحم الله والديهم هذا رئيس الوزراء أحسن من القبلة، لكن كلهم من منبع واحد، هو منبع حزب الدعوة العميل اللي تربى في أحضان إيران وجاي يخدم إيران ويرجع الفضل إلى إيران من أموالنا إحنا. زين هم ما يدركون مع هذا الارتفاع أن هناك يعني غضب عراقي، يعني ما معقول راح يظل هذا الشعب ساكت مع هذا الارتفاع. طبعا الشارع العراقي يغلي كله بجنوب العراق وبالذات في جنوب العراق الناصرية والبصرة، الشارع العراقي جاي يغلي على هاي الحكومة وعلى الانفلات بكل شيء، الانفلات الاقتصادي، الانفلات الأمني، الانفلات السياسي، السيادة ماكو، فالشارع العراقي بعد ما يتحمل. وإحنا نتوقع هاي آخر حكومة لحكومة حزب الدعوة العميد، يعني الشارع بعد ما يتحمل. نعم. يعني هذا 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 هم جايين متقصدين لتدمير النسيج المجتمعي، تدمير العراق، تدمير البنية التحتية. معتمدين كل الرئاسات الثلاثة معتمدين على بيع النفط فقط. احنا شنو صناعاتنا، استثماراتنا الداخلية وينها في سبيل هاي الميزانيات وهاي الوزارات تعمل بخطة دقيقة في سبيل تدوير هاي الأموال وتشغيل اليد العاملة ويسوون مشاريع وإنجازات تصير عندهم والأموال تتضاعف، الضرائب تتضاعف، كلها تتضاعف. أبني محطات طاقة كهربائية حقيقية مو مثل 80 مليار دولار لوزارة الكهرباء من 2003 ولحد الآن، والنتيجة إحنا نشتري كهرباء من إيران. نعم. وأنا أشكرك صباح من بغداد، كان معنا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة وملفات أخرى سوف نناقشها معكم، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا.
الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر إنه أنت غير، يعني ما تحتاج شيء، إنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك. أكيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد، ولادته، طفولته، ناسه وأهله. الوطن هو أغلى شيء في حياة كل إنسان، هو الماء الذي نشرب. ونقف التصوير. اهلا بكم من جديد. احمد من الاحواز يعاود الاتصال بنا، ارحب بك معنا. احمد تفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. طبعا اخي العزيز، انا شخصيا يعني كنت فتره في العراق والان اسكن طبعا هنا في الحواز، وحتنا يعني بسبب انه مخالطه الناس فلدينا اصبحت يعني نوع من المعرفة تجاه الوضع وما يدور. أخي بدون لف ودوران يعني العراقيين يعني المفروض يكونون على علم وإنه السبب المأساة الحقيقية هي هذه الجار الشقي. يعني أخي أحزاب أتت، نعم، جاءوا بها، تسلطت على رقاب الناس، و وحزاب يعني من أشخاص، نعم، يعني أعتذر يعني من 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 فتالة المجتمع، من الطبقات المتدنية من المجتمع، جاءوا بهم وسلطوهم على رقاب العراقيين. يعني تخيل أنت شخص هو من الطبقات المتدنية وفيه ما فيه من العقد النفسية والشعور بالدونية، وتأتي به هذه الدولة وتسلطه على رقاب العراقيين، كيف لا يكون لها مطيعا؟ وكيف لا يدين لها بالولاء التام والمطلق؟ فمأساة العراقيين أن العراق أصبح حديقة خلفية لهذه الدولة. نعم. يعني بدون لف ودوران وبدون ما أخي السنة والأكراد هؤلاء تبع لهذه العملية، تبع لهذه العملية السياسية التي تقودها هذه الأحزاب. لنكون صريحين يعني البعض يتهم تركيا بالتدخل، تركيا صحيح تتدخل، لكن تدخل تركيا تبحث عن نفوذ اقتصاد، وفي هذا النفوذ الاقتصادي فائدة يعني للعراق، يعني نفوذ فيه فائدة. صحيح تركيا ستربح، لكن العراق أيضا يربح من النفوذ الاقتصادي. وإيران، لكن النفوذ الإيراني أخي يعني هو احنا شاهدنا طبعا، هو نفوذ هو عبارة عن ميليشيات وتسلح وجماعات تابعة لهذه النظام، تتحكم بالاقتصاد وتتحكم بالسياسة. وعلى العراقيين تصور العراقيين وصلوا إلى مرحلة الوعي والخطورة، وشهدنا طبعا مظاهرات وشهدنا تحول حتى في الفكر مختلف عما كان عليه العراقيين طبعا في بداية السقوط. طبعا كان يعني كنا نلاحظ عطش شديد نحو الميل لا هذه الدولة، لكن الآن طبعا كشفوا الحقيقة، وطبعا متفائلين أن العراقيين ربما صحوا من سباتهم العميق. نتمنى إن شاء الله المستقبل مشرق العراق، والعراق يعني القادم أفضل إن شاء الله. أنا أشكرك أحمد من الأحواز، كان معنا أبو عمر من الناصرية. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. يا رب الله يسلمك. شلونك؟ الله يحفظك، الله يخليك ويسلمك. شلون صحتك بعد قلبي؟ شلونك فيك؟ يسلمك يخليك، تفضل. طبعا عمي، طبعا هي قلت لك هو يعني مشكله، هي هاي حكومه الميليشيات مشكله. طبعا انا بالنسبه للشعب العراقي ذاك اليوم على مود اللعبه رايحين بايتين بالملعب. انتوا لا طلعتوا على الدولار، يعني انت تروح تلعب على مصابه جل ولا نايم في الملعب، وبيكم ملايين ملايين البشر. لا داعي لكم دولار، لا داعي لكم خدمات،
زين. وهاي طبعا هي هاي مال خليجي 25، خليجي 25 طبعا هاي بالعكس اجت لي من الشياط، اجت للميليشيات يعني خدمه الدوله. ليش خدمه الدوله؟ لان دول الميليشيات يعني يقول لك يعني بعد ماركو يعني العراق بامان الحمد لله والشكر. تعال شوفوا زين ولا يعني لا. خدمه الحكومه هاي حكومه فاسده زين ولا، والحكومه تاعت خليجي 25 لين شنو من جانبها زين. برايك ابو عمر الحكومه راح توضع حد لارتفاع ارتفاع الدولار امام الدينار العراقي؟ عمي عمر يا لا. الشعب مع الاسف يعني الشعب ذاك يوم التي بالطوبه يعني الشعب ما قام على الدولار. يعني انا لا اقوم على الدولار، يمكن الناصريه يقومون. انا اقول لك محافظ الناصريه نقوم احنا، يعني احنا معارضين دائما لحكومه الميليشيات. يعني ما شفت واحد طالب انا بس عاد يعني تسجيل الدولار. يعني الدولار غش، ليش شنو خطيه الفقير؟ يعني شنو الفقير عبد العمر؟ الفقير شنو يعني شنو ذنبه؟ يعني الحكومه برايك يعني ما راح توضع حد لهذا الارتفاع؟ الحكومه ما راح تقدر توضع حد لهذا الارتفاع لو شنو؟ لا ما تقدر. هاي من الاشياء. ليش ما تقدر؟ ليش ما تقدر؟ هاي متفق عليها، هاي كلها ايران. هاي من الاشياء تابعه لايران، تابعه لامريكا وتابعه لاسرائيل. دولة مشكلة، دولة مو مشكلة. احنا جبنا الجبن بينا احنا، ما احنا ماكو شي دولة عندنا، ماكو شي دولة تلعب اصول وجول بكيفها. يعني شعب مع الاسف، شعب حط طوبة نايم في الشارع، يعني شعب جبان. خلي اسمعني، وانا على ابوهم لا حتى الطوبة لا حتى لا 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 لا, لا 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 ابو عمر يعني ارجوك بدون تجاوز. اشكرك ابو عمر. طبعا اي انسان يتصل هو يعبر عن رايه، ولكن لا نسمح بالتجاوز. اشكرك ابو عمر من الناصريه كان معنا. طبعا تتضاعف اعداد الخريجين والعاطلين عن العمل في العراق، ولا توجد حلول فعليه من قبل الحكومه، حيث خرج الخريجون من ابناء محافظه ذي قار، خرجوا بتظاهرات كبيره امام مبنى ديوان المحافظه وفي مناطق متفرقه من المحافظه للمطالبه بالتعيين. دعونا نتابع جانبا من تظاهراتهم اليوم. أحد الناشطين تحدث عن حجم تظاهرات الخريجين التي شملت مناطق متفرقة من محافظة ذي قار، حيث تم قطع جسر النصر وجسر الزيتون وعدد من التقاطعات المهمة للمطالبة بإنصافهم وتضمينهم في موازنة 23. دعونا نتابع ما قاله هذا الناشط في هذا المقطع. الآن محافظة ذي قار مقطوعة بها الجسور كلها، جسر النصر وجسر الزيتون، وأيضا هذا التقاطع مال شارع الإمام علي جاي تشوفونه، هذا كله مقطوع من قبل الخريجين المعتصمين المطالبين بالتعيينات. وأيضا هسه إذا أخذكم هذاك الاتجاه اللي هو جسر الزيتون أيضا مقطوع، الخريجين يطالبون الحكومة بإنصافهم تضمينهم على موازنة 2023. وأعداد الخريجين أبدا مو أعداد عادية، يعني اليوم موجودين أكثر من 1500. وطبعا جسر النصر ايضا هناك مغلق، واقفين عليه مسيرات حاشده، وهذا جانب من 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 التربويين. يوم الناصريه مقطوعه شوارعها بالكامل من قبل الخريجين. طبعا ماكو حرق اطارات ولا اكو اي شيء، وانما مجرد واقفين وقوف بالطريق ويطالبون بالتعيينات. بعد طبعا هم زاروا الامانه العامه وراحوا لبغداد، ما طلعوا بنتائج. هذا واقع الخريجين في
وكان لأصحاب عقود المشاريع في محافظة ذي قار وقفة سلمية أمام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة كذلك بتحويلهم إلى عقود وزارية ضمن قرار 315، حيث يبلغ عددهم 4980 شخصا أغلبهم من الطبقة الفقيرة، وناشدوا الجهات المعنية بالإسراع في تحقيق مطالبهم. هذول أولادكم أبناء الناصرية، هذول مطلبهم أصحاب عقود المشاريع بالتحويل إلى قرار 315 إلى عقود وزارية. هذول الناس جاي يناشدونكم بوسائل إعلام، جاي يروحون للنواب، لا نواب ذي قار طبعا رسالتنا، لا نواب ذي قار يكون لهم الدور الأكبر ويحولون هذول الشريحة. هذول الشريحة عددهم 4981 واحد حسب الكتاب الرسمي الأصداء سيد محافظ ذي قار. نتمنى هاي الرسالة توصل لمحمد الشاع السوداني، ونقول له يا رئيس الوزراء أنه هذول أبناء ناصرية مثقفين خريجين أكاديميين سلميين، اليوم رافعين بوسترهم وجاي يطالبونك بكل سلمية وبكل احترام. نتمنى أنه توصلك الرسالة وتوقف هاي الناس وتحقق مطلبهم، مطلبهم التحويل إلى قرار 315، وهذول الناس جاي يناشدونك بكل سلمية وبكل طريقة حضارية، وإحنا تعودنا الناصرية إلا نطلع وقفة وإلا نحتج. فهاي الناس اليوم وصلوا لك صورة حضارية مرتبة ناسكة، نريد من عندك تتعاون ويا هاي الناس، أغلبهم أصحاب عوائل، فقراء، متعففين، وضعهم المادي تعبان، وشوفهم حتى وياهم بنات خريجات ونساء كبار بالعمر من مختلف الأقضية والنواحي، أكبيهم منسبين وأكبيهم غير منسبين. فهاي رسالتنا، ورسالتنا بالدرجة الأولى نوجهها لمحافظ ذي قار ولنواب ذي قار، ونريد من عندهم متابعة الكتاب الرسمي اللي رفع بعدد 4980 ويحققون النتائج بأقرب وقت. نبقى في ذات السياق، حيث نظم عدد من الخريجين التربويين والإداريين تظاهرة أمام المنطقة الخضراء عند البوابة الخامسة ببغداد مطالبين بإنصافهم وتوفير فرص عمل، حيث منعتهم كما يقولون الرشوة والمحاصصة والمحسوبية وسوء الإدارة والتخطيط من حقهم في التعيين. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول مطالب الخريجين بتوفير فرص العمل والتعيين، ومنهم من علق وقال: كسارة تقول إحنا الخريجين التربويين والإداريين في بغداد طلعنا مظاهرات، لا حصلنا تعيين ولا عقد، نتمنى منكم تساندونا ونطالب بالتعيين أو التعاقد معنا ضمن موازنة 2023، صار لنا سنوات متخرجين وإلى الآن قاعدين بالبيت. صادق يقول: نحن الخريجون التربويون والإداريون نناشد لحل قضيتنا، فقد سئمنا من الانتظار لسنوات طوال ولم نرى سوى التسويف والمماطلة من الجهات المعنية بالأمر. زينب تقول: والله طقت روحنا وملينا وخلص العمر وإحنا ننتظر التعيين، هو عقد ومالين علينا، إيش قد يكلف 250 ألف وميزانية انفجارية مليارات وتريليونات، المن تريدوها؟ نعم. هدى تقول: الخريجون التربويون الأكثر حقا والأشد ظلما والأقل فرصا، نحن ضحية الرشوة والمحاصصة والمحسوبية وسوء الإدارة والتخطيط للحكومات السابقة. نذهب إلى موضوع آخر، طرق الموت. هذا المصطلح الذي شاع في العراق بعد العام 2003 بعدما صارت الطرق مصائد للموت بسبب تهلكها واكتظاظها بالأخاديد والمطبات وعدم إضاءتها وافتقادها للوحات التحذيرية والتنبيهية، حيث تقع المسؤولية على الجهات الحكومية في تقديم الخدمات بإنشاء طرق جيدة بمواصفات عالمية تؤمن انسيابية عالية لحركة السيارات على هذه الطرق، وتكون مزودة بإشارات وعلامات مرورية تحدد السرع والحمولات
على هذه الطرق، وباتت دول العالم توظف التكنولوجيا الممكنة في خدمة هذه الطرق من رادارات مراقبة وكاميرات حرارية وأجهزة اتصال وخدمات على الطريق كالخدمات الإسعافية. لكن الطرق في العراق رديئة، وفي إطار تهالك الشوارع والطرق في العراق ناشد أحد المواطنين العراقيين ناشد الجهات المختصة لإصلاح حال طريق بغداد الخدمي المتهالك، فلنتابع. عيني هاي الحفر اللي موجودة على قريب على السيطرة، سيطرة الوند، يعني أرجو من الجهات المعنية اتخاذ إجراءات قانونية بحق المقاول. بضميركم هذا شارع يعني تمشي فيه سيارة؟ هذا يعني هذا انت صحيح هاك عمار بالشارع الرئيسي، بس هذا الشارع يعني انت من المفروض تبلطه، يعني انت من جبت هذا التراب وخليته هنا بهاي النقط، يعني شلون هاي الشارع تمشي؟ بضميركم هاي الشارع كنت تمشي سيارة بهاي العفر؟ لا اله الا الله. انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة رصدتها كاميرات المراقبة للحظة حدوث انهيار في شارع الجمهوري في الديوانية وانقلاب سيارة من نوع خباطة خلال مرورها من هذا الشارع، فلنتابع. نعم، هذا الانهيار الذي حدث في شارع الجمهوري بمحافظة القادسية في مركزها الديوانية، مما أدى إلى انقلاب هذه الشاحنة من نوع خباطة بعد انهيار جزء من هذا الشارع، وهذه صور رصدتها كاميرات المراقبة المنتشرة في الشارع. نبقى في ذات الموضوع، نفس الموضوع، حيث وثق عراقيون انهيار شارع الجمهوري في الديوانية وتساءلوا عن الأموال التي تم تخصيصها للمدينة لتحسين واقعها الذي يزداد سوءا بسبب الإهمال وغياب دور الجهاز الرقابي عن محاسبة الشركات المنجزة لتلك الخدمات، فلنتابع. ماكو شي ماي، اي ماكو شي مجال جو القاعه جو الباب. نذهب الى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه الصور بشكل خاص والخدمات بشكل عام. منال تقول: هذه نتائج الغش والسرقه وعدم الامانه في العمل، ارواح الناس وممتلكاتهم امانه في اعناقكم. أما فالح فيقول: هي الديوانية إشباق بها عبارة عن خرابة متهالكة مع أقضيتها ونواحيها بسبب الإهمال وسرقة الأموال. أما خالد فيقول: فلوس الطرق والجسور جاي يجمعون بهم من الناس ويطلعن إلى الفاسدين، ولا شارع بخير بأغلب المحافظات. أما محمد فيقول: المفروض الكادر والمهندس والمقاول وكل المشرفين على العمل يتحاسبون، بس قلة أو غياب الرقابة في بعض الأحيان تخلينا نوصل لهيج مراحل. نذهب إلى الهاشتاج. أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات العمل الدنيء الذي أقدم عليه أفراد من اليمين المتطرف بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في ستوكهولم بالسويد وبترخيص من السلطات السويدية. وحذرت المنظمة من أن هذا العمل الاستفزازي الذي ارتكبته عناصر من اليمين المتطرف مرارا وتكرارا يستهدف المسلمين ويهين قيمهم المقدسة ويشكل مثالا آخر على المستوى المقلق الذي وصلت إليه الإسلام فوبيا والكراهية والتعصب وكراهية الأجانب. هذا وأدانت وزارات الخارجية لكل من السعودية ومصر والإمارات والأردن وقطر والكويت وتركيا ودول عربية وإسلامية أخرى سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف، داعية المجتمع الدولي إلى وقف هذه الأعمال المرفوضة ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها. هيئة علماء المسلمين في العراق قالت بأن بعض المجتمعات الغربية ما تزال تفضح نفسها بممارستها ومواقفها المناقضة لدعواتها بالحرية والتعايش وحقوق الإنسان، لينطلق بعد ذلك وسم غضبة مليارية على حرق المصحف استنكارا لهذا العمل
الدني. دعونا نقرأ بعض هذه التغريدات. يقول دكتور محمد الصغير، يقول أضعف الإيمان مظاهرات حاشدة أمام سفارات السويد في كل مكان تعبيرا عن غضبة مليارية على حرق المصحف، والبداية تكون من أوروبا موطن الحدث والأكثر حرية في تنظيمات المظاهرات. عبد الله العدوي يقول يحرقون المصحف لاستفزاز المسلمين، ولكن الله غالب على أمرهم. هذه المواقف العدائية ضد المصحف تجعل من الإسلام موضوع عالم ترند على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل غير المسلمين يسمعون عن الإسلام أكثر ويقرؤون أكثر وربما ينجذبون إليه أكثر. يوسف يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يقول في هذه التغريدة ويكتب هذه الآية من القرآن الكريم ويضيف مهما فعلتم فإن الله تكفل بحفظ كتابه الكريم، لا يكفي الاحتجاج، يجب على العالم الإسلامي طرد سفير السويد من دولهم. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.